صالحي بدك تطلعني من بيتي، كيف مش لصالحي يا زلمة؟ عندي محكمة بشهر 5، كيف مش لصالحي؟ بس فاهمني كيف مش لصالحي أنا؟ نعم. לפני שאני אאלץ עכשיו לפרוץ את הדלת. אני אתן לך זמן סביר לפתוח את הדלת. אנחנו מחכים לעורך דין שלנו, איך שהוא יבוא נפתח את הדלת. עורך דין, לא עורך דין, אני אתן לך זמן סביר. הזמן הסביר הזה מבחינתי 10 דקות מעכשיו, ולא, אני צריך להביא פורץ מנעולים כדי שנוכל להיכנס פנימה. אוקיי, כל התנגדות ואני מקים לך את זה מנוסח המשפט. אני רגע מפסק דין. אני מציג בפניך את ההחלטה. תן לי לראות את ההחלטה. אל תקבל את האחמד, אל תקבל את האחמד. אני לא אתן לך את ההחלטה. אתה חייב לפנות את הבית, דבר נוסף. אני מציג בפניך את ההחלטה של השופט, וזה לא טוב לך, אתה הולך ומסתבך. אתה רק מסתבך את עצמך וכל מי שאיתך. وين علاء؟ علاء وين علاء؟ استحيا بالضبط الصبايا والشباب وكذا. وحيات الله ما بزل عليكم لما نكون يخجل. كريستين شو الاخبار؟ كل شقتين انتوا المستوطن تبعي وانا بتمنى انكم تضلكم لجنبي تساندوني عشان ابقى في بيتي ما اطلعش من بيتي وما يقدروش ياخذوا هذا البيت مني. انا بتمنى He wasn't actually in like a concentration camp, he was in a work camp and then sent to this area. Like, في الميزانية بحطوا لنقص السيولة شغلين هو نشط المواضيع الاقتصادية انا مرتاح من هالمحاضرات الاقتصاد خلينا تراجع الدرس صحيح انا بحكي على هاي زين اسمع بدك تشوف هاي بدي انزل يلا يلا احكي كنا هات لبسك اواعي يلا ارقص زازا ارقص معهم اظن انك ستحتاج الى عصر اقوى بكثير من هذه كي تحصل على التفاحه يا وحده خلص يا زلمه شيلها مسكين لا يمكنه ان يقفز ويصل الى التفاحه حتى الكلمه غلط ما بيحركوا الناس مهم بدناش نضلنا مربوطين باجندات ناس ثانيه ان شاء الله تقدر المؤسسه تنحرك كمان مؤسسه بالقدس قاعده انا بعرف في عندنا تقريبا 2000 مؤسسه مسجله بين داخل القدس بنشط تقريبا 200 لو كل يوم مؤسسه تحركت بدناش شيء يعني الموضوع صحيح. هلا المحافظ يحكي انه في مشروع نقاشنا احنا كمسلمين ايش اللي سلمت الاسلام الاسلام شو احنا بدنا نصدره اللي احنا اخلاق انا دائما بحكي الاسلام انه اذا بدنا نشوف الاسلام مثل 10 قوه اسلام برا تركيا الامام حكى خطبه بالفرنسي وبالعربي وبالانجليزي هذا اللازم هذا المفروض انا خاف عليك تفاعل عشان اخاف عليك انا قاعد بتصدق يعني بتصدق يعني هاي مش هاي نسيب نسيب هاي اللي غلط فينا هاي ورقه وهذه صدقني انا ابو غالب اني ما بستحق السلام بابا بيجي يسحبني يا اخي
والوضع السياسي بزياده كمان مساعدهم انه يضغطوا بزياده. هذا محل بالنسبه للاستراتيجيه يا رجل، هذا محل مش لازم بس نشوف المحامي وين اصبوا يا مش مشكله. لو اصبوا اصبوا لنا سنتين ما نحسش فيهم. عقد الاجار اللي قبل ال 67 من المملكه الاردنيه الهاشميه اللي كانت امي توقعوا كل سنه مع هاي الدائره، وهي مستاجره اجار واستئجار كمان مش بس اجار. Bathroom is outside on the right. المكشوف هو المكشوف، احكي للما بدنا نشوف، احكي للما بدنا نشوف، واستيطان ما بدنا نشوف، واستيطان ما بدنا نشوف. أنا تذكرت إنه في أصلاً هذا بس كسر. بقولوا لي أشطر. لا بيعملهاش في عقارات.
هذا كيف بدي اطلعهم على هذا الشجره؟ يلا بوي لي بوف ثاني تاير بس اسمع هذا الشرطه ثالث مره بزي حدا من بس هذا بحكي بيعنيش انه ممكن ما يجوش بكره لساعة واحدة إذا ما كنت الساعة واحدة لا هو لساعة واحدة اليوم ساعة واحدة اليوم بعد الساعة واحدة اليوم ممكن يعني دعينا نبدأ هنا من حساسية موقع هذا المنزل كما نرى خلفنا تقع المسجد الأقصى الذي لا يبعد سوى 100 متر تقريبا عن هذا المنزل الذي يقع في قلب الحي الإسلامي في مدينة القدس والبلدة العتيقة. نحن نعتبر البيت الفلسطيني أو العربي الأخير الموجود في هذه في هذا المربع الاستيطاني الذي يمتد من عقبة السرايا وينتهي تقريبا في عقبة الكرمي. سلطات الاحتلال سعت منذ احتلال مدينة القدس وحاولت السيطرة على هذا المربع وهي ما زالت مستمرة في هذا في هذه المحاولات بهدف السيطرة وتهويد مدينة القدس وتحديدا هنا تهويد عقبة الخالدية. أنا مولودة في هذا البيت سنة 56، أخوي مولود فيه، أختي مولودة فيه، بعرفش بالضبط كمان أي حدا من إخواتي مولودين لأنه كلهم أكبر مني. أنا أصغر البنات، إحنا أربعة ولدين، الولد أصغر مني. نورت في هذا البيت وعشت في هذا البيت كل طفولتي وكل حياتي فيه. توفت أمي بال 69، كنت أنا بنت تقريبا 12 سنة، أخوي الصغير كان 9 سنين تقريبا. طبعا انتقلت الحماية البيت من أمي لأنه إذا نورس كلما سكنت هذا العقار ولدت منذ أن ولدت وهي تسكن بهذا العقار هي تعتبر موجب القانون المطبق إسرائيليا على القدس المحتلة محمية في هذا العقار. المستأجر المحمي له الحق في البقاء في العقار طالما أنه على قيد الحياة، وحتى أنه بإمكانه أن يورث هذا الحق إلى من بعده. قاموا بعدة قضايا ضد عائلة صب لبن منذ 30 سنة، جميع القضايا ردت. هذه المعركة هي المعركة الخامسة في هذه المعركة. محكمة الصلح في القدس قررت أن تخلي عائلة صب لبن بحجة أن العائلة قامت بهجر هذا العقار، ولكن الحقيقة هي غير ذلك. العقار مسكون، العقار مأهول، العقار لم يهجر ولو ليوم واحد، والعائلة لا تزال تستعمله وتسكنه. هذا عقار يسكن فيه آل صب لبن منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هم بحكم القانون محميين، من المفترض أنهم محميين. استأجروها من حارس أملاك العدو قبل 67، كل ما تم استئجاره بعد شهر 8 سنة 68 يعتبر محمي، ما حدش بيقدر يطلعه. الآن هذه خزعبلات من المستوطنين ومن الحكومة الإسرائيلية من أجل تعكير الأجواء ومحاولة إيجاد قوانين لإخلاء الناس من بيوتها.
إخلاء هذه العائلة واضح أنه قرار سياسي يأتي في لحظة سياسية ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وليس للموضوع أي علاقة قانونية. ومع ذلك إحنا عم بنتابع هذا الموضوع من خلال محامي مختص تم تكليفه بشكل رسمي اللي هو الأستاذ محمد دحلة. واضح أنه هناك بعض المعالجات القانونية السريعة الذي نحن بحاجة إليها متعلقة بإصدار أمر احترازي بعدم إخلاء العائلة، لكن بالمحصلة القضاء الإسرائيلي لن ينصف العائلات الفلسطينية، وإن كان بعض القضايا كسبناها لكن لا تتجاوز منذ عام 65 حتى اليوم 7% من مجمل منازل القدس.